مساكم الله بالخير. أنا حطيت سؤال what is the indication for carbon dioxide therapy؟ توقعت بعضكم يعرفها، طلع للأمانة أغلبكم يعرفها، لكن في بعضكم شطح شوي وراح للهايبربيريك تشامبر. أنا ما راح أتكلم في هذا الموضوع، راح نتناقش في موضوع الكربون دايوكسيد. بس قبلها خلونا نعرف حنا كارتي إيش اللي نعرفه أو الإنديكيشن اللي نعرفه. طبعًا أي ارتي تسأله what is the indication يقولك الأكسجين ثيرابي، تقول ليه؟ يقولك ثلاثة: treat hypoxemia, decrease the work of breathing, reduce the myocardial work. هذه three indication for oxygen therapy. خلصنا منها. موضوعنا إن شاء الله اليوم عن الكربون دايوكسيد ثيرابي، أو المعروف بمسمى الكربوجين، اللي هو مدموج ما بين الكربون دايوكسيد مع الأكسجين، فجمعوا لك الكلمتين هذه على بعض فسموه كربوجين. كربوجين هذا هو عبارة عن علاج يستخدم بنسبة معينة، النسبة غالبا أو النسبة المعروفة 95 إلى 5، 95% أكسجين و 5% كربون دايوكسيد. هذا الميكسيشن ما بين الكربون دايوكسيد والأكسجين المعروف بمسمى الكربوجين له استخدامات متعددة. من أهم استخدامات المعروفة لنا كارتي يستخدم في علاج الهيكب اللي هي الحزوقة، وأيضا يستخدم لإيقاف حالات الصرع، فغالبا الكمية التي تعطى في حالات الصرع تكون low concentration بنسبة 5% لأنها راح تسبب CNS depression. وأيضا يستخدم الكربوجين لعلاج حالات CO poisoning المعروف بمسمى الكربون مونوكسيد poisoning، يستخدم بكميات قليلة ما بين 3% إلى 7% علشان يحسن من انفكاك أو ريليس CO اللي هو الكربون مونوكسيد من الهيموغلوبين، يساعدنا الكربوجين فيها. ومن استخداماته المهمة تحسين السيريبرال بلد فلو، وغالبا تكون بعد الستروك أو مع الناس اللي يعانون من مشاكل في السمع أو الناس اللي يعانون من الحالات الإغماء، يستخدمون معاهم الكربوجين لتحسين هذه الأشياء. وأيضا يستخدم الكربوجين تستميليت الديب بريثينج. هم أول كان لهم هدف في هذه الفكرة، أنهم كانوا يبغون ياخذ ديب بريثينج علشان امبروف الاتلاكتسز وبريفنت الاتلاكتسز، لكن اكتشفوا أنه لما يعطون الكربوجين المريض يصير عنده زيادة في الريسبيرتوري ريت لكن التايدل فوليوم نذت ماتش، فقالوا يفضل أنك تنتبه إذا كنت بتستخدم مع هذه الحالة. والحين بعد ما عرفنا الانديكيشن للكربوجين لازم نعرف كيف يعطى هذا العلاج. يعطى هذا العلاج عن طريق النن بريثر ماسك، وتكون مدته 10 دقائق. وبما ان وصلنا الى نهاية الدرس حبيت اختمها بسؤال. السؤال هو كالتالي: متى ما اقدر استخدم الكربوجين؟ يعني في حالة من الحالات ما اقدر استخدم معاه الكربوجين،